نروح دلوقتي بقى لزميلنا كابتن هيثم السعيد واستوديو الابطال وتغطيه خاصه لمباراه كره السله سيدات بين فريقي النادي الاهلي وسبورتن في المباراه الختاميه لدوري المرتبط للموسم 2021 واللي خلاص حسمها النادي الاهلي بعد تغلب فريق النشئات تحت 16 سنه على سبورتنج ذهابا وايابا وفوز الكبار ذهابا. اسيبكم دلوقتي مع استوديو الابطال ولنا عوده مره اخرى عقب نهايه الاستوديو للحديث عن مباراه الاهلي واتحاد. كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله نتمنى الفوز للمارد الاحمر في المباراتين. زميلي هيثم السعيد برحب بيك ولك الكلمه. زميلي طبعا كابتن ايمن شوقي نجم مصر ومنتخب مصر والنادي الاهلي وضيوفك الكرام محللينا طبعا بشكر حضرتك واحسنت في المقدمه. الحمد لله النادي الاهلي النهارده حسم يمكن الدوري المرتبط وان شاء الله كل التوفيق لفريق كره القدم النهارده اداء امام الاتحاد السكندري ويبقى يوم انتصارات علينا جميعا ان شاء الله ونبارك لحضراتكم ونبارك لانفسنا ان شاء الله بعد مباراه الاتحاد وبعد كره السله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن. توفيق ان شاء الله كابتن. اعزائي المشاهدين طبعا النهارده يوم زي ما قلنا لحضراتكم دائما ابدا احنا ورا ابطالنا في كل مكان. النهارده هنطلع الساعه 8:30 عشان ننقل على الهواء مباشره نهائي كره السله او الجوله الثانيه من نهائي كره السله سيدات الاهلي وسبورتنج. وزي ما قال عزيزي طبعا وزميلي الكابتن ايمن ان النادي الاهلي حسم اللقاء بعد فوز المرتبط منذ يعني دقائق معدوده باللقاء الثاني ليه، فخلاص المباراه اصبحت تحصيل حاصل ولكن هي مهمه اكيد عشان سمعه النادي الاهلي في كره السله وعشان تاكيد استحقاق النادي الاهلي لهذه البطوله. ان شاء الله هنطلع لفاصل قصير وهرجع لحضراتكم عشان استقبل ضيوفي في الاستوديو التحليلي هيكون الكابتن طبعا محمد السلعاوي والكابتن عماد مراد ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. نقل احداث مباراه كره السله ما بين الاهلي وسبورتنج في نهائي دوري المرتبط في الجوله الثانيه. خلينا اقول لحضراتكم ان البطوله حسمت بالفعل بعد ما فاز المرتبط منذ دقائق بمباراته، فكده النادي الاهلي فاز في مجموع 3 مباريات من 4. المباراه القادمه هي تحصيل حاصل ولكن النادي الاهلي محتاج طبعا يفوز بشكل جيد يليق باستحقاق النادي الاهلي بهذه البطوله. قبل ما نروح للمباراه ونتناولها فنيا من كل الجوانب بالنسبه للفريقين احب ارحب بضيوفي في البدايه الكابتن عليا محمود نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي السابقه ومدربه فريق 18 سنه للناشئات بالنادي الاهلي وايضا مدرب عام منتخب مصر للسيدات الكبار. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن عيسى. منوره الاستوديو وان شاء الله يعني تبقى مباراه جيده يا رب ان شاء الله. برحب بالكابتن محمد سلعاوي نجم منتخب مصر والنادي الاهلي طبعا واحد رموز كره السله في مصر وهداف بطوله لوس انجلوس 1984 والحقيقه يعني من النجوم الكبار ووضحت اقول لكم حتى في الاستوديو التحليلي. كابتن محمد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ايسم واتمنى التوفيق للبرنامج وللنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله كابتن محمد. كابتن علي يمكن اجيلك في بعض الامور المهمه يمكن مباراه النهارده تحصيل حاصل ولكن اكيد ليها اهميه لكلا الجهازين الفنيين. شايف الموضوع ده ازاي؟ اكيد طبعا هو احنا بس عايزين نشيد بفرقه سبورتنج. امبارح عملوا ماتش كويس جدا. احنا ممكن ما جاتلناش فرصه امبارح نتكلم قوي صحيح. فنيا كان في عشان كان في كمان بالظبط وبنجهز لماتش الولاد وكده فبصراحه كان لازم نشيد بيهم ان هم بصراحه عملوا ماتش كويس جدا جدا سبورتنج. نفس الكلام فريق الاهلي رجال عملوا برده ماتش عملوا اللي عليهم فده بالنسبه لفرقه سبورتنج. هينزلوا النهارده نفس الكلام حتى لو الماتش مش فارق معاهم حتى لو عندهم نقص في العدد فهم برضو هينزلوا ماتش النهارده هيلعبوا مرتاحين بيلعبوا باسكت حلو فرقه سبورتنج طبعا اكيد. والنادي الاهلي احنا بالنسبه لنا حتى لو البطوله محسومه يعني برضو الماتش المفروض يعني ان هو ان شاء الله هيبقى ماتش كويس يعني اكيد. كابتن عليا كابتن سلعاوي وراي حضرتك هل تتفق مع كابتن عليا ان كل فريق له اهدافه وقد تكون اهداف يعني او دوافع جيده ان احنا نشوف مباراه النهارده؟ ان شاء الله هنشوف مباراه كويسه والدوافع موجوده وكل حاجه لان نادي سبورتنج من الانديه العريقه في مجال كره السله للسيدات وطول عمره عنده ذخيره في المنتخب من ولاد نادي سبورتنج وكذلك النادي الاهلي بالصفقات اللي حصلت الموسم ده وهو متسيد بقى له كذا موسم البطولات فاعتقد ان كل فرقه وكل مدير فني ليها اهداف في ده فاعتقد ان سبورتنج من اهدافه انه يعمل مباراه جيده حتى ينال اعجاب جمهور كرة السلة حتى لو خسر
واهداف النادي الاهلي ان هو ما يخسرش وان يعني ما ينفعش البطوله تخلص بخساره ويأكد استحقاقه ويأكد استحقاقه. دي المره الخامسه التوالي بتهيألي صح يا كابتن؟ المره الخامسه يعني خمسه للنادي الاهلي على التوالي بيحصل البطوله دي على التوالي، والاهلي طول عمره البطوله دي قريبه ليه وهو اقرب الانديه لاحرازها نتيجه لوجود مرتبط جيد. فاحنا طبعا مش عايزين ننسى دور المرتبط وننسى دور خالد الكابتن خالد عياد في تجهيز المرتبط، وان هو المرتبط عامل ادى دافع معنوي للفريق الكبير. وعايز اقول لك ان كابتن خالد عياد من انجح المدربين الحقيقه في السن ده، وبقاله يمكن سنتين ثلاثه بيحقق نتائج جيده. يمكن كابتن عاليه اكيد طبعا كانت شاهد على ده، والحقيقه كان اكبر مساهمه ليه انه حسم الدوريه قبل ما يتلعب الماتش الاخير يعني. بالظبط. هو نشيد كمان لكابتن خالد ان هو كان فريق سموحه فريق قوي جدا برضو، هو كسبهم في الماتشين، ففعلا ده دافع ادى كمان مفروض فرقه اللي عايزين الفرقتين يخلصوا الدوري بدون هزيمه. صحيح. يعني هو حصل بس هزيمه واحده ما كانش فرقه مع فريق ال 16، فعايزين يخلصوا بدون هزيمه. والموقف احنا معتادين عليه احنا او سبورتنج ان دايما ال 16 بيخلص الماتش، فالماتش الاخير ده بيبقى تحصيل حاصل. صحيح. بس بيبقى فيه باسكت كويس. صحيح. ويا ريت يعني الزملاء ناجي والزملاء في الاعداد يعني لو لقينا قدرنا نعمل لقاء مع خالد عياد الحقيقه من ارض الملعب تبقى حاجه كويسه، لانه الحقيقه من المدربين الواعدين والمجتهدين. طيب في بعض الامور او الاسئله المطروحه، احنا زي ما عودنا حضراتكم منذ البدايه ان برنامج الابطال هو نبض جماهير النادي الاهلي، والحقيقه من امبارح يعني في كل السوشيال ميديا وعلى طبعا مواقع التواصل كلها بصفه عامه وحتى في الحوارات ما بين الاهلاويه وبعضهم في بعض الاسئله المطروحه اللي احنا محتاجين اجابه عنها، والحقيقه جمهور النادي الاهلي بيطالب انه طبعا محتاج يعرف اجوبه، واحنا طبعا اكيد محتاجين نعرف اجوبه عن دي، ونتمنى حد من لجنه المسابقات او حد من اتحاد السله طبعا يتواصل معانا، وارقام تليفوناتنا مع الناس كلها، ويبقى لنا الشرف اكيد لو حد تداخل معانا وضح هنقول التساؤلات دي او حد يعني جاوبنا على هذه التساؤلات. يمكن احنا في البدايه قبل ما نقول التساؤلات دي بنحب نوضح النادي الاهلي مع استكمال البطولات جميعا ومع استئناف الدوري او النشاط بصفه عامه، وخلينا افكركم السنه اللي فاتت كان النادي الاهلي النادي الوحيد وبنأكد بده النادي الوحيد اللي كان مع استئناف الموسم وان النشاط يرجع وان الحياه تعود مره اخرى، وشفنا ده في كل الجامعات العموميه في كره القدم في كره اليد في السله في الطايره، وموقف النادي الاهلي لم يتغير بتغير موقفه من الدوري. يعني احنا كنا في اليد متاخرين ولكن النادي الاهلي اصر على استكمال الدوري، في كره القدم كنا متصدرين الدوري ما كانش حسم لسه واصر النادي الاهلي على استكمال البطوله بالرغم ان هناك انديه كثيره وانتم تعلمونها جيدا حاولوا كذا مره انه يعطلوا طبعا استعاده الموسم او ارجاع الموسم مره اخرى، ولكن النادي الاهلي كان دائما ابدا مع المصالح العليا للرياضه المصريه. ده بس في البدايه بنحب نوضحه ان النادي الاهلي دائما ابدا مع استكمال الموسم، ولكن استكماله بالطرق اللي نصت عليها طبعا الاكواد اللي حطتها وزاره الشباب والرياضه. خلينا اقول على اول تساؤل يمكن جمهور النادي الاهلي يعني عايز يعرفه، هو ليه امبارح اتلعب ماتش سبورتنج والاهلي سيد مرتبط السيدات اللي هو تحت 16 سنه، وايضا مباراه الاهلي والاتحاد تحت 16 سنه ولاد اتلعبوا بعدم انتظار او بالرغم من عدم ظهور مسحه كورونا، نتيجتها ايه؟ يعني ازاي الماتشات دي اتلعبت وبدون ما المسحه تظهر؟ طب هو كان فايده المسحه ايه؟ وليه اتلعبت الماتشات دي؟ واحنا عرفنا الحقيقه ان هو طبعا الدكتور مجدي ابو فيخه مشكورا رئيس الاتحاد كان صرح امبارح طبعا مع الكابتن احمد شوبير ان في تحقيق هيدور في هذا الموضوع، نتمنى نعرف نتائج التحقيق ونعرف ايه اللي حصل ومين المسؤول ان ده يعني يحصل، لانه اكيد كان في خطوره على اللاعبين واللاعبات. طيب عايزين برضو تساؤل من التساؤلات المطروحه بقوه يعني داخل وسط النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي، ماذا فعل الاتحاد طبعا لتصحيح هذا الخطا؟ انتوا عارفين ان ده خطا وكلنا اعترفنا واحنا بنحيي ذلك الحقيقه من اتحاد كره السله انه اعترف ان ده خطا، وده حاجه طبعا شيء من الكبار الحقيقه اعتراف بهذا، وده حاجه ابدا ما تقللش من يعني قدرات ولا احترامنا للمجموعه بالكامل، ولكن ماذا فعل الاتحاد لتصحيح هذا الخطا للاطمئنان على سلامه اللاعبين سواء مرتبط اتحاد لانه كان معاه زمايل، يعني انا زميلي معايا سبعه مصابين بكورونا انا كنت قاعد معاهم على البنش، طب انا دلوقتي عايز اطمن على نفسي ماذا فعل الاتحاد عشان يطمن على اللاعبين، ونفس الكلام بالنسبه للنادي الاهلي ونفس الكلام سبورتنج والاهلي كان فيه اصابات، انا بتكلم على مرتبط ايه الاجراء اللي هيتاخد عشان يطمن على سلامه هؤلاء اللاعبين. التساؤل الثالث ليه الماتشات ما تاجلتش 48 ساعه؟ يعني احنا كنا ممكن ناجل احنا اجلنا 24 ساعه للسيدات فقط، طب ايه المشكله لما كنا عملنا شيفتنج
او ترحيل المباريات 48 ساعه انتظارا لنتيجه المسحه. يعني كان يوم واحد كانت الدنيا، احنا مش بنقول تاجيل يعني فوريفر، احنا بنحترم الاتحاد السله وبنقدر الاتحاد السله حريص على استكمال البطوله ودي حاجه جميله جدا جدا من الاتحاد، ولكن ايه المانع كان يتاجل يوم كمان بحيث ان يتم التاكد من سلامه اللاعبين. التساؤل اللي بعد كده يعني ليه ما لم يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه المنصوص عليها من وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه وعمل مسحات قبل المباريات واتباع نظام الكبسوله المغلقه، مع العلم ان احد الفرق اللي هو نادي الاتحاد الاسكندري بيقيم في اوتيل تاني غير الاوتيل اللي بتكون فيه الفرق، فده اصبحت مش كبسوله مقفوله. والحاجه الثانيه انه ليه يعني من قبل النهائي ما اتعملش مسحات وهكذا من قبله وقبله، احنا بنسال ليه ما ابتديتش في موضوع المسحات من بدري، يمكن كان تجنب الكثير الاصابه بفيروس كورونا. التساؤل اللي بعد كده يعني احنا بنتساءل على هل يعقل ان انا اجل مباراه، ده احد التساؤلات طبعا من جمهور النادي الاهلي، هل يعقل ان انا اجل مباراه لاصابه 7 لاعبين من 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 الفريق او من القائمه من اصل 15 لاعب، يعني تقريبا احنا داخلين اولموست حوالي 50% من اصابه اللاعبين، يعني عشان اجل مباراه او نادي يكون له الحق في مطالبته بتاجيل المباراه يكون عنده 50% اصابه كورونا، وده رقم كبير جدا. يعني انا اتمنى يعني النادي الاهلي او نادي الاهلي بيتساءل ليه 7 ليه مش 8 ليه مش 6 ليه مش 5، بيتساءل اشمعنى هذا الرقم، والرقم ان جمهور الاهلي شايفه كبير. احنا بنتكلم مش على الاهلي بس، احنا بنتكلم على كل اللاعبين واللاعبات، وشفنا كابتن رؤوف عبد القادر امبارح قال وكل الانديه قال ان سلامه اللاعبين هي الهدف، اللاعبين واللاعبات اساس قرارات النادي الاهلي وحفاظه على اللاعبين وسلامتهم هو ده الاساس. التساؤل اللي بعد كده ليه تم اختيار لجنه طبيه من الاسكندريه عشان تعمل المساحات في الاسماعيليه في الوقت اللي ده ادى الى سحب المساحات الساعه 4:30 الفجر، يعني في ناس قامت من النوم عشان تاخد مساحات من اللاعبين ليله المباراه. طب ايه الداعي ان احنا نروح نجيب من الاسماعيليه هناك في الاسكندريه، وهناك اكيد لجان زيها في الاسماعيليه، او حتى لو ما فيش في الاسماعيليه فاكيد في القاهره اللي تبعد حوالي 50 دقيقه عن الاسماعيليه. ليه تم الاستعانه بلجنه طبيه من الاسكندريه، يعني حوالي 4-5 ساعات سفر رايح وراجع، اللجنه الطبيه خدتهم حوالي قول 8 ساعات كانوا ممكن نكسبهم ان النتائج تطلع بدري 8 ساعات، ليه تم اختيار؟ لو في تعاقد لاتحاد السله مع هذه اللجنه كان ممكن يتم استثناء هذا التعاقد لان احنا ما عندناش وقت، يا اما تؤجل المباراه 48 ساعه زي ما احنا قلنا لغايه ما النتائج تظهر. دي الحقيقه تساؤلات احنا لازم نكون امناء مع جمهور النادي الاهلي ونحط تساؤلات الجمهور امام الشاشه، واحنا ما عندناش والله احنا ولا بننتقد ولا اي شيء، بالعكس احنا ناس حياديين بالمره، ومش معنى ان احنا في قناه النادي الاهلي احنا بنقول يعني كلام يعني احنا بنقول الصح، والنادي الاهلي دائما ابدا طلباته مشروعه، هي دي تساؤلاتنا، وبنطلب والله وانا على الهواء اي مسؤول يعني يخش معانا هيكون ليه كل التقدير والاحترام وهيبقى على راسنا من فوق انه يوضح لنا هذه التساؤلات، ولو لقينا اجابه اكيد معقوله اكيد احنا هنكون سبورت لهذه الاجابات. معلش يا كابتن محمد دي كانت تساؤلات وانا اسف ان انا يعني اطلت فيها، مش يعني كان لازم نتكلم فيها. احنا نبض جمهور النادي الاهلي واحنا ما بننتقدش ولا اي حاجه، ولكن دي تساؤلات محتاجين فيها على اجابات يا كابتن سلعاوي، راي حضرتك ايه؟ انا سمعت امبارح الدكتور مجدي رئيس الاتحاد هو بيتكلم مع الكابتن مع احمد شوبير في البرنامج، و يعني انا اثق جدا في الدكتور مجدي وعارف انه راجل صادق يعني، فهو قال ان انا سوف احيل الموضوع للتحقيق في كافه المخالفات اللي حصلت في عشان طبعا دي سلامه ولادنا وارواح ولادنا، واحنا احترمنا طبعا اكيد اقرر ان كان في غلط ودي حاجه جميله جدا يعني. وقال ان كل من اخطا سيحاسب وكده، وقال ان انا ما بلغتش قبل ما يبدا، حتى ساله الكابتن احمد شوبير صراحه وقال له هل تم ابلاغك ان المباراه الناشئين ستقام؟ قال له لا ما بلغتش. صحيح، واحنا بانتظار اكيد نتيجه التحقيقات لانه طبعا دي سلامه الاولاد طبعا، واحنا عارفين ان النادي الاهلي حريص على اولاده، والنادي الاهلي كان من امبارح في خليه عمل لعوده اللعيبه والسلام وعمل لهم مسحات وحتى البنات ولن يتاخر احد، واثق ان في اتحاد كره السله لن يمر الموضوع كده، لان كل يحب ان تكون المسابقه بتاعته تستكمل على اكمل وجه. اكيد كابتن سلعاوي، نرجع لمباراتنا الفنيه، وطبعا اللقاء النهارده زي ما قلنا لحضراتكم انه تحصيل حاصل، ولكن اكيد ده مباراه قمه وهيكون ليها حسابات ثانيه. طب يا جماعه القوائم جاهزه؟ اقدر استعرض القوائم؟ زملائي في الكنترول هل اقدر ابتدي استعرض القوائم ولا لسه القوائم ما جهزتش؟ طيب كابتن، يمكن النادي الاهلي او نادي سبورتنج بيغيب عنه مجموعه كبيره من اللاعبات نتيجه
طبعا كورونا وغير كورونا. حضرتك متذكر اللاعبات مين يعني؟ هو المشكله كمان في انه المايسترو بتاعهم غايب اللي هو عمرو عاشور. طبعا كابتن عمرو عاشور طبعا مدرب من اكفأ المدربين المتواجدين على الساحه في مجال السيدات. طبعا مدرب من اكفأ المدربين خلقا وكل حاجه يعني. واعتقد معاه هيثم المساعد بتاعه برضو في حد معاه كورونا من الجهاز، وزائد الهجر عامر اللي هي الاحسن تم ابلاغها بالكورونا اثناء التسخين صحيح احسن لعيبه. لكن اعتقد ان الفرقه بتاعت سبورتنج على طول فيها مجموعات صغيره زي النادي الاهلي. اللي حصل في النادي الاهلي في الاولاد وفي البنات ان لما غاب ظهرت ثمار النادي الاهلي صحيح. برضو في نادي سبورتنج في ثمار، فالاولاد الصغيرين في النادي الاهلي اثبتوا وبدات الناس تردد اسمائهم، وده ما اسعدني شخصيا ان بدات الناس تردد اسماء الاولاد الصغيرين في فرق الاولاد، وبرضه ان شاء الله في فرقه البنات. وهو دي عمليه تسليم الاجيال اللي هي متعود عليها الناس. ودي شيء من الانديه الكبيره اشياء طبعا يعني. والحمد لله احنا عندنا في الاولاد وفي البنات صف واحد اول وصف ثاني وصف ثالث صحيح يعني، كله بيجري ورا بعضه وكله بيسلم بعضه صحيح. كابتن علي النهارده الكابتن علي هاشم يمكن المباراه يعني هيبقى في اعصاب هاديه، ما فيش ضغط بتاع امبارح، يمكن شفنا كان في ضغط امبارح، كانوا قلقانين شويه البنات، كانوا عايزين زي ما تقول يخلصوا البطوله. النهارده ما فيش اي ضغط على كابتن علي هاشم مدير فني النادي الاهلي، شايف هيعمل روتيشن وهيستعين باللعيبه اللي ما لعبتش، ولا هيفضل انه في اول المباراه يخلص الجيم مثلا وبعد كده يبتدي يعمل روتيشن على كل اللعيبه؟ لا هو طبعا هيحصل روتيشن علشان يشوف بقى الناس كلها، لان نزل قرعه الماتشات الكاس هيبدا على طول، فمحتاج صحيح. يطمن على الناس كلها، يطمن على اللعيبه كلها، فهيحصل روتيشن والفرقتين هيلعبوا باريحيه هما الاثنين، فالماتش هيكون ماشي كويس. فعندنا في الاهلي بتقالي ان ال 12 لعيبه هيلعبوا كلهم، في حين ان بس سبورتنج هيبقى عندهم 10 لعيبه بس، لان هما اصلا كانوا جايين ب 14 لعيب، كانوا جايين انا اسفه ب 11، هاجر خرجت فهم بقوا 10 بالظبط، بقوا 10 ما استعانوش بحد من الشابات او فريق الشابات السبورتنج، ولا ما افتكرش ان هم هيلحقوا يبعتوا حد عامل مسحه علشان يجي يعني، الله اعلم. بس بس طبعا هو كل اللي حصل زي ما كابتن سلعاوي قال ان احنا دايما نبص للجانب الايجابي في الموضوع، احنا طلعنا صحيح. فعلا بـ 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 بحاجات كويسه جدا، بان فريق سبورتنج البنات لعبوا صغيرين قدوا كويس جدا، جينا طلع من السكورر، انا كنت قلت لحضرتك ان نادين ياسر ريحان تألقت في ماتش امبارح، جمانة، فرح عمر، البنات دي يعتبروا. وخلي بالك يا كابتن برضو 11 بونت طلع امبارح المباراه، انا شايف ان ده ولا حاجه يعني اداء جاي جدا من سبورتنج يعني طبعاً. يعني نفس زي ما اشدنا بفريقنا كره السله رجال والاداء اللي قدوه امبارح بصراحه كل الحق يعني بالظبط، البنات سبورتنج قدوا مباراه رائعه امبارح بالظبط كده، نفس بالظبط احنا طلعنا بمكسبنا من مكسب نادي سبورتنج، من البنات دي طلعوا بمكسب، الاهلي بنات طلع ماتش والبطوله، مكسب الرجال ان عندنا لاعب زي سيف سمير لعب 40 دقيقه امبارح، ما اقدرش حضرتك ما تقدرش تقول اي حاجه، ابراهيم الجمال، حاتم البحيري يعني الراجل حتى لو عمل تيرن اوفر او اتنين تيرن اوفر في الاخر طبعاً، لانه الحقيقه يعني لاعب تقريبا على ما اتذكر يعني فوق ال 35 دقيقه بالظبط، فده مكسب يعني، فده مكسب ان الناس دي امبارح، فاحنا نحاول ان احنا ناخد الجانب الايجابي من اللي حصل من الموقف كله، نطلع بحاجه كويسه من الموضوع. ممتاز كلامك هايل، هو اكيد في حاجه ايجابيه. وعايز اقول لحضرتك ان لما يكتملوا الفرقتين سواء الرجال اهلي او سيدات سبورتنج لن تكون المباريات بالسهل ابدا طبعا طبعا خالص. وبعدين انا عايز برضو معلش طبعا كابتن عليا من احسن المدربين في المتواجدين في مصر طبعا، واحنا مبسوطين جدا ان احنا بتبقى موجوده معانا في الحلقه وبتزودها يعني اكيد. فعايز اقول برضو ان حاتم البحيري متعرض لضغط، الولد بيلعب تحت ضغط على طول، مع ان الولد ما فيش حد في الباسكت اللي بيشيد بيه، انا شخصيا معجب بيه وبشيد بيه، والولد شخصيه مقاتله صحيح اوكي. وبعدين برضو الجمال ملتزم يا كابتن، الجمال امبارح تحس ان ده الجمال اللي جه اكتشف نفسه كان جايب 4-4 ما شاء الله، هو بس لا وتحركاته في الملعب محتاج وقت محتاج كده يرجع كل حاجه. اقول لك يا كابتن انت هتصدقني انا شايف ان الجمال يعني والله ابراهيم يعني اخويا، وكنا بنقعد مع بعض في الاوضه وانا بلعب وكل حاجه، ابراهيم يعني كل ما يبتدي يقف على رجله تجيله اصابه
واصابات الصغيره بس هو عينه دي يعني هو عينه دي بيصمم انه يرجع وبيدوس على نفسه هو عايز يجيب نفسه يعني تلاقي مثلا ايه يطلع يشوف سبين انكل يعني الراجل جاب نفسه ورجع وقف فهو عنده شويه عدم توفيق زائد ان هو نفسيا انت بتحتاج كنت لعيبه كبيره كابتن عليا وعارف محتاج اول ماتش بعد الاصابه دي تتوفق فيه صح عشان ربنا وفقهم امبارح في الماتش وبعدين بالنسبه لماتش البنات طبعا ماتش البنات الماتش اللي الثاني احنا حطينا لهم كل الاعذار طبعا حطينا لهم عذر ان انتوا صحيتوا بقى متاخر الساعه 2 ونص وعملتوا مساحات وان انتوا كنتوا تحت ضغط المسحه هتطلع شكلها ايه وكده المباراه ما كانتش جيده من ناحيه النادي الاهلي وبدليل ان كابتن رؤوف نفسه ما او الناس المسؤوله ما يعني احنا برضو ما كناش مبسوطين منه هو قال كابتن رؤوف قال انا مش سعيد بالمكسب يعني طبعا وده طبعا كابتن رؤوف خبرات عاليه جدا في المجال فانا اللي عايز اقوله ان احنا منتظرين منكم النهارده العروض اللي تخلينا داخلين على كاس مصر يوم السبت واحنا وعندنا ثقه كامله ان فرقتنا فرقه بتدعيماتها فرقه قويه فرقه واقفه على رجليها صح اول ماتش مع الجزيره اول ماتش مع الجزيره والتاني مع اليوبليس ان شاء الله والطريق ان شاء الله سهل بتاعنا بس بتهيالي تقع في الجزيره في دور ال 16 الجزيره تعبانه خالص يعني الجزيره ظروفها يعني عندها مشاكل عندها شويه مشاكل يمكن وبعدين اعتقد الاجنبيه او ما عندهاش اجنبيه بس انا من هنا يا كابتن الحقيقه بتمنى الشفاء كل الشفاء لكابتن محمد الكرداني مدير فني الفريق الاول لكره السله بنادي الجزيره واخوه كابتن خالد الكرداني طبعا لاعب مصر ونادي الجزيره السابق لان هم يعني عندهم كورونا والحقيقه انا سمعت ان هم يعني في العنايه المركزه فتمنى لهم كل الشفاء طبعا لانه كابتن محمد الكرداني اسم كبير جدا جدا وباع وليه باع طويل حتى هو لعب للنادي الاهلي سنتين ويعني بنتمنى له كل الشفاء والحقيقه برضو بنتمنى كل الشفاء لكل المصابين سواء 16 سنه اولاد 16 سنه بنات كبار ولاد كبار هنا كلهم اخواتنا وحبايبنا كلنا اسره واحده طب اعزائي المشاهدين لازم اطلع لفاصل سريع وهرجع لحضراتكم عشان بعد الفاصل هنستعرض قوائم الفرقتين والصفقات والجهاز الفني ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم تغطيتنا المستمره لنهائي كره السله المرتبط سيدات الاهلي وسبورتنج في الجوله الثانيه وزي ما قلت لحضراتكم المباراه يمكن او الدوري تم حسمه ولكن الحقيقه المباراه مهمه لكلا الفريقين كل فريق له اهدافه. طيب نطلع لارض الملعب والزميل محمد توفيق وبعض اللقاءات المهمه اليك الكلمه محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام ولكل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مساء الخير على جمهور الاهلي العظيم، يوم جديد وجوله جديده من استوديو الابطال وبطوله جديده تضاف لرصيد النادي الاهلي وبطلات الاهلي او بنات الاهلي او زي ما بنقول اميرات سله الاهلي ابطال دوري المرتبط للمره السابعه على التوالي بعد فوز فريق المرتبط منذ يعني ساعتين بالضبط على فريق سبورتنج في مباراة العودة لدور المرتبط وتأكيد النادي الأهلي وفوزه للمرة السابعة على التوالي وبطولة جديدة تضاف لتاريخه وإنجازات وبطولات ودولاب بطولات النادي الأهلي يمكن معنا أبطال الإنجاز اللي اتحقق النهاردة كابتن خالد عياد مدرب الفريق كابتن خالد ألف مبروك الفوز يعني ظروف صعبة لكن النادي الأهلي بما حضر والنادي الأهلي عند الميعاد ودايما أبطال الحمد لله انا بس بحب اشكر كابتن هيثم وكابتن عليا اللي في الاستوديو ما اعرفش بقى مين معاهم كابتن عمرو او كابتن انا صراحه بالنسبه لي البطوله دي يعني بطولة غالية عندي جدا بالنسبة لجيل 2005 و2006 يعني بطولة غالية يعني انا مسكت جيلين ورا بعض وكنا في الجمهورية خسرنا بونت ونفس الكلام 2006 ما لعبش الجمهورية فالبطولة دي غالية بالنسبة لي جدا يعني كمان ده اول موسم ينزلوا بالسن بعد ما كان فرقه المرتبط 18 بقت 16 سنه اعتقد هتفرق مع الجيل ده كتير جدا في مشواره هتفرق مع الجيل لان الجيل ده اتظلم بتاع 2005 كنا لعبنا سموحه فاينل جمهوريه في 14 سنه فخسرنا بونت كنا كويسين قوي فربنا كرمنا السنه دي في المرتبط لعبنا سموحه كسبنا كان ماتش جامد جدا عندنا في النادي بعد اكسترا تايم وكسبنا سموحه في سموحه فرق 11 بونت فما شاء الله يعني الفرقه دي يعني فرقه جامده جدا كابتن هيثم يعني يمكن بوجه لك سؤال من الاستوديو بقول لك انت على طول فرقه ال 14 سنه دي موجود معاها ودايما انجازات كابتن الحمد لله لا كابتن هيثم يعني انت عارف انا بجتهد والحمد لله يعني وربنا عوض علينا بالدوري المرتبط ان شاء الله الجمهوريه والمنطقه بتوعنا باذن الله ان شاء الله زي ما اتكلمنا ان الجيل ده هيستفيد فنيا انه لعب مرتبط مع الفريق الاول اعتقد كمان الظروف السنه دي وانكم خلصتوا البطوله زي ما بنقول يعني بدري في ماتشات المرتبط يعني دوركم وتاثيركم واضح جدا في مشوار البطوله والله بص انا برده كان يمكن انا ليا الشرف ان انا في منتخب مصر 16 سنه انا شايف ان احنا الجيل ده ان شاء الله عناصر مبشره 6-7 لعيبه في منتخب مصر ان شاء الله ممكن كمان الدرجه الاولى يعني فيمكن دوري المرتبط ده بدايه ان شاء الله باذن الله احنا خلاص ان شاء الله عندنا منطقه يوم السبت الجاي
فاحنا خلاص هناخد يومين راحه كده ونخش في الجد بقى ان شاء الله باذن الله. وسلام كابتن هيثم واللي في الاستوديو كابتن عليا. شكرا كابتن والتوفيق اللي جاي ان شاء الله. مكملين يا كابتن هيثم لقاءاتنا مع بطلات النادي الاهلي وابطال دوري المرتبط. معانا كابتن الفريق جنى الالف. يعني جنى الف مبروك الفوز. كان اجواء صعبه لكن انتوا مركزين والابطال ده يعني دي البطوله السابعه على التوالي لفريق النادي الاهلي في دوري المرتبط. احنا طبعا يعني احنا من الاول واخدينها يعني سيريس. احنا كابتن خالد كان على طول بيقول لنا احنا اي ماتش احنا بالنسبه لنا بطوله. احنا يعني متعودين كده من صغرنا مع النادي الاهلي يعني. فاحنا يعني الحمد لله كلنا يعني كمان احنا معانا صغيرين وانا دوري كابتن فرقه كبير ان انا بلميت الفرقه وكلنا يعني كلنا كنا بنحب بعض. ويعني احنا الحمد لله بدانا الماتشات يعني من الاول من فيرست ستيب لغايه اخر ماتش النهارده. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا يعني الحمد لله. مشوارك بقى مع اللعبه يمكن يعني انت كان ليكي تجربه احترافيه ومشوارك مع اللعبه وفرق معاكي ازاي البطوله والتتويج باول بطوله تقريبا تشارك فيها مع النادي؟ هي دي مش اول يعني مش اول سنه ليا اخد فيها يعني بطوله المرتبط. انا خدتها كمان السنه اللي فاتت عشان كنت متصعده مع فرقه 18 سنه. فدي يعني ده شرف ليا كبير قوي ان انا يعني دي تبقى تاني سنه ليا اخد فيها دوري مرتبط يعني. بس فرقت معاكم في ايه بقى البطوله؟ يعني كان دايما المرتبط تبقى 18 نزل سن ال 16 اعتقد هتفرق معاكم في مستقبلكم كمان. ايوه طبعا هتفرق معانا عشان كمان يعني دي احنا معانا زي ما قلت لحضرتك احنا فرقه 2006 دي اول سنه ليها تلعب مرتبط واول سنه يعني تالي دي ثالث سنه يلعبوا فيها جمهوريه. فدي خبره يعني خبره كبيره قوي ليهم يعني ان هم اخدوا وشافوا واحنا شفنا فيس تيم بيلعبوا ازاي ورحنا معاهم ماتشات. فيعني الحمد لله تجربتك بقى مع اختبارات او زي ما بيقول يعني الفتره اللي يعني المعايشه اللي عملتيها مع الام بي اي فرقت معاكي ازاي؟ لا فرقت معايا كتير طبعا. يعني انا اخدت يعني خبره كبيره قوي ان انا يعني احنا كنا فعلا هناك كلنا كنا فرقه واحده. يعني احنا كلنا كنا اي نعم كناش بنلعب ماتشات بس هو كان معسكر بينقوا فيه وانا كمان كنت اصغر واحده. فيعني دي كانت خبره كبيره قوي ليا يعني الحمد لله. شكرا لك التوفيق اللي جاي. مكملين لقاءاتنا كابتن هيثم ومعانا يعني النجمه من نجمات الفريق نورين ابو بكر. يعني نورين الف مبروك الفوز ويا رب دايما بطولات وانجازات للنادي الاهلي. يا رب يا رب بجد. احنا بحب اشكر كل الناس اللي ساعدتنا في وقت الكورونا والصعب والجهاز الفني اول حاجه هو تعب معانا جدا جدا بجد. وبعدين بحب اشكر فرقتنا احنا تعبنا كلنا والحمد لله الحمد لله ان احنا خدناه. يعني مشوار البطوله كان طويل اهم المحطات اللي عديتوا عليها في مشوار البطوله. ماتش سموحه كان اهمهم وفي الاول خالص كان ماتش الصيد. احنا كسبنا ماتش خسرنا ماتش بس اتعلمنا من غلطتنا والفرقه اجتمعت اكتر وبقينا نقرب من بعض اكتر كفرقه كامله وبعدين اتعلمنا منها وكسبنا المره دي سموحه السنه دي اول مره نكسبها وبس. وبعدين كسبنا سبورتنج فده كان انجاز لينا حلو جدا. يعني اللي جاي بقى انتوا دي البطوله السابعه على التوالي. اعتقد جمهور النادي الاهلي دايما ما بيشبعش بطولات وعايزين منكم المزيد في اللي جاي. ان شاء الله بجد وان شاء الله هنشرفكم دايما. شكرا بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم دي كانت لقاءاتنا هنا من ارض المباراه قبل بدايه كمان مباراه الفريق الاول لانسات مرتبط. ان شاء الله يعني كل يوم بطوله جديده وانجاز جديد يضاف لانجازات النادي الاهلي ومجلس ادارته. وبنبارك لجمهور النادي الاهلي الف مبروك ويا رب دايما النادي الاهلي في انجازات وبطولات ورقم واحد. الكلمه ايه كابتن هيثم وضيوفك الكرام؟ الزميل محمد توفيق خلاص انت بقيت خبره كبيره في طبعا في كره السله. بشكرك شكرا جزيلا. لقاءات مهمه مع طبعا فريق المرتبط سواء كابتن خالد عياد المدير الفني او اللاعبات وبنبارك لهم الحقيقه على ادائهم الجيد. خلينا نرجع ضيوفنا كابتن سلعاوي نستعرض مع بعض قائمه سله سيدات الاهلي اللي هتخوض النهارده اللقاء. اتفضل يا كابتن. كابتن علي عاشم مدير فني، كريم اسماعيل مدرب عام، احمد ابراهيم مدرب، اكرم الشرباجي محلل، كابتن موسى علي مدير اداري هو غير متواجد. نقول له الف سلامه عليك. الف سلامه عليك كابتن موسى. كابتن موسى من الناس اللي عمل مجهود طول الموسم بصراحه وبيلعب دور كبير جدا فيما وصل إليها الفرقة للنهائي بصراحة. ماجد إداري، إيهاب صلاح مخطط أحمال، وده برضو من الناس مخططي الأحمال اللي هم يعني كويسين جدا. كويسين جدا. الدكتورة سالي طبيبة الفريق وياسمين الكيلاني أخصائية. طب كابتن استاذن حضرتك نستعرض قائمه سله سيدات الاهلي. يمكن حضرتك سبقت بالجهاز الفني ولكن عايزين قائمه سله سيدات الاهلي دلوقتي. قائمه اللاعبات اتفضل. ايه الفقي، نور علي طلعت ودي مصابه مش هتكون متواجده النهارده. مي حلوه برضه هتكون مصابه النهارده مش هتقدر تلعب.
ومي من الصفقات الجديده ولاعيبه ممتازه جدا جدا جدا، وبرجوعها هيرجع التوازن للفرقه شويه. نادين السلعاوي، سرايا محمد، رنا نبيل، دينا عمرو، رنا علاء، رضوى محمد، فريده وائل، نادين ابو فتوح مش موجوده، سلوى هارون، نهى شتا، كيلا، حبيبه حاتم، جنه مصطفى، وهاجر مش موجوده. تمام. طب يا كابتن حضرتك ممكن تستعرض اسامي المصابين كده يعني من القايمه دي سريعا يمكن؟ مي حلوه واصابتهم ايه يعني؟ مي حلوه، مي حلوه عندها مصابه في ركبتها نتيجه لماتش جزع في ماتش سموحه، اتخبطت خبطه جامده، اتحملت ولعبت شويه وكده لكن بعديها اتصابت. نور علي طلعت اصابت في بدايه الموسم في حادث سياره، ربنا يشفيها، ربنا يشفيها يا رب. وبعدين في نادين ابو فتوح كانت برضو لسه راجعه، بقى لها فتره كانت غايبه شويه ولسه راجعه. هاجر علي طلع التحليل بتاعها امبارح، اعاده المسحه تاني، مش ايجابي ولا سلبي بس طلع اعاده مسحته، طلعت ايجابي. يبقى هاجر طلعت ايجابي، ربنا يشفيها. هم دول تقريبا الغيابات، الغيابات بتاعت تمام. طب يا كابتن علي نستعرض قائمه سله سبورتنج وايضا الجهاز الفني بعدين، اتفضل يا كابتن. تمام. عندنا منار ايهاب، فرح عمرو، اسرار ماجد مش موجوده، جينا حازم، نادين ياسر، هاجر هشام، كابتن الفريق مش هتكون موجوده، رنيم الجداوي مش هتكون موجوده، ملك السيد، ليلى نبيل، ميان كامل، مونيك او مونيكا ريد مش موجوده، فريده خالد، هاله الشعراوي، وجمانه هيثم. حضرتك قلت لنا قبل المباراه ان تقريبا 10 لاعبات بس المتواجدين دلوقتي اللي يعني للاسف عشان الباقي اصابات، ربنا يشفيهم زي الكابتن طبعا عمرو عاشور. طيب استاذ حضرتك نستعرض جهاز الفني لسله سبورتنج. طيب هم الثلاثه الجهاز، كابتن عمرو عاشور مع كابتن محمد محروس مدرب عام وكابتن حسن غريب، الثلاثه نتمنى لهم الشفاء. ثلاثه كورونا مش موجودين. يا خبر ابيض، ربنا يشفيهم يا رب. ما هو المشكله هتلاقي في مثلا حد طبعا اصيب وعدى الاثنين التانيين. الف سلامه عليك يا كابتن عمرو، الف سلامه كابتن محروس، الف سلامه كابتن حسن غريب، ترجعوا قريب ان شاء الله وتنوروا الملاعب مره اخرى ان شاء الله. اتفضل يا كابتن سامح صلاح، مدير الاداري للقطاع كره السله، موجود مع البنات والولاد. كابتن جانت السباعي، مدير الاداري للفريق. كابتن محمد جابر احصائي الفريق. دكتور تيسير صيام الطبيب، وهشام محمد مخطط الاحمال. بص يا كابتن والله انا مش عارف حضرتك تتفق معايا في الراي بقى على الخبطه الشديده اللي متعرض ليها نادي سبورتنج من غياب الجهاز الفني بالكامل وغياب يمكن 5 أو 4 لاعبات نتيجه اصابات وكورونا وكده. لا يعني برافو عليهم ماتش امبارح. طبعا طبعا يعني هم بصراحه ادوا كويس، بداوا الماتش كويس قوي، في حين انا عرفت ان هم حاولوا يجيبوا هاجر كده الجهاز، يعني كابتن جابر ودكتور تيسير حاولوا يشدوا هاجر بالراحه من غير ما حبيبتي سمعت انها امبارح انهارت. خرجت، ولما البنات مجرد ان هم لقوها قاعده بره بداوا هم كمان طبعا اتاثروا جدا، عطفوا معاها اكيد. بالظبط. بس عجبني جدا بدايتهم للماتش، هم بداوا الماتش يعني بداوا الماتش بطريقه كويسه جدا، بداوا الماتش كانوا ما شاء الله موفقين، وبداوا بدايه النادي الاهلي في لحظات كتير او في اوقات كتير في بدايه بصراحة. المباراه بالظبط كده، في بدايه المباراه. عشان كده بقول لحضرتك هم النهارده 10 لعيبه، كابتن علي هاشم لازم يحصل روتيشن، وزي ما احنا شايفين طبعا كابتن علي ده الاحماء من ارض الملعب على الهواء مباشره، مش هتشوفوا الكلام ده غير على شاشه قناه النادي الاهلي. والحقيقه احنا حريصين ان احنا ننقل لكم النقل بما يجب الحقيقه، مش مجرد نقل مباراه فقط، لا بنعيشكم في اجواء ابطالنا وبطلاتنا. والحقيقه يعني بيبقى الموضوع ده كل الطاقم هنا في قناه النادي الاهلي حريص ان اذاعه المباريات تكون بشكل جيد ومش بشكل جيد، شكل يخلي المشاهد يعني يعيش مع فرقته في اجواءها. يمكن كابتن عليا يعني بتهيأ لي يعني ماتش النهارده دائما ابدا الدفع المعنوي بيكون ليه مغزى او معنى، بنشوف لو غاب الدفع المعنوي بتبقى المواضيع بتبقى صعبه. النهارده يمكن النادي الاهلي ما عندوش اي دفع معنوي، خلاص هو حسم البطوله بشكل كبير الحمد لله، عايز يحافظ على لعيبته، عايز يعمل روتيشن. ساعات بتبقى الدفع، غياب الدفع المعنوي ده بيبقى سبب مثلا من اسباب الخساره، لان انت ما بتبقاش عندك دفع معنوي. شايفه ده ممكن يحصل النهارده؟ لا ما افتكرش، لان زي ما قلت لحضرتك احنا وفرقه سبورتنج متعودين على الموقف ده على طول، يعني دايما المرتبط بيحسم هو سنه كل سنة وسنة يعني، فمتعودين على الماتش ده عادي جدا. ممكن يكون سبب من أسباب ماتش امبارح إن برضو فريق سبورتنج بقوا 10 لعيبة، فاضطروا في بعض الأوقات هالة الشعراوي
تعبت لانها ماسكه كايلا، فبدا يلعب بواحد بس طويل. نادين ريحان ما شاء الله تالقت، هي مسجله 22 نقطه امبارح ما شاء الله. فبدا فحصل اللخبطه اللي حصلت لسبورتنج ادت للخبطه في فريق الاهلي، بمعنى ان احنا في وقت من الاوقات نادين سلعاوي بتلعب بكتر او بوزيشن 3 كانت ماسكه نادين ريحان اللي هي بوزيشن 4 صحيح. وفي وقت من الاوقات كابتن علي اول مره الفريق، طبعا احنا لسه في عناصر جديده داخله فلسه ما بقاش ما فيش هارموني بينهم، فخلى ان في وقت من الاوقات او معظم الشوط الثالث والرابع بالذات كان كابتن علي بيلعب بيفوت واحد واربعه قصيرين، فده خلى نادين تمسك الاربعايه بتاعه الفريق الثاني. فده لخبطه فريق سبورتنج عملت لخبطه شويه لفرقه الاهلي، مش متعودين يلعبوا مركز اتلخبط بالظبط كده، مش متعودين يلعبوا مع بعض. يعني حتى لو نادين قدرت تمسك توقف نادين ريحان شويه، بس كان واحنا معانا الكوره واحنا بنهاجم، طب نادين هتروح فين؟ صح بالظبط. فده شويه عمل لعبنا اوت اوف سيتويشن بتاعنا او اوت اوف اللي احنا متعودين عليه. واحنا اصلا اوت اوف سيتويشن لان احنا لسه اللعيبه اللي بين اللعيبه لسه جايه ما تعودوش على لعب بعض قوي، فخرجنا عن اصلا اللي احنا يا دوبك اتعودنا عليه في كام ماتش اللي فاتوا، خرجنا عنه كمان. فده انا عايز اشوفك مدير فني لفريق رجال والله. الرجال كمان بتعمل شغل جامد جامد والله العظيم. عارف انا مؤمن جدا بقضيه المراه، مؤمن جدا بتواجد المراه في الرياضه، لان الحقيقه العقليات بتبقى يعني جيده جدا. يعني كابتن سلعاوي تأيدني وانا بصراحه يعني ان شاء الله هو كده تمام دعوه اهو على الهوا ان شاء الله نشوفك زي الاي بي كده، يبقى فيه مديرين فنيين سيدات لفريق الرجال ان شاء الله. اعزائي المشاهدين لازم نطلع لفاصل حالا ونرجع نكمل تغطياتنا المستمره لنهائي كره السله دوري المرتبط سيدات الاهلي وسبورتنج، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بس احب اقول لكم خبر ونقارن احنا بس بين الاخبار وبعضيها. والحقيقه احنا مش في معزل عن العالم، احنا الحقيقه يعني جزء من العالم ولازم نبص بره بتعمل ايه عشان نقدر نمشي على الطريق الصح. في الدوري الانجليزي لكره القدم الاقوى والاعظم والاشهر في العالم، تم تاجيل مباراه مانشستر سيتي وايفرتون، وذلك لوجود 5 حالات كورونا في مانشستر سيتي. صح يا جماعه؟ انا بقول صح، مانشستر سيتي تمام. لوجود 5 حالات كورونا في مانشستر سيتي من اصل 25 لاعب، في الوقت اللي طالب اتحاد السله فرق الممتاز من قائمه اصل 15 لاعب ظهور 7 حالات كورونا عشان اجلك 7 من اصل 15، وفي دوري كره القدم الانجليزي الاعظم والاشهر في العالم 5 من اصل 25. انا بس بحب اقول ليه؟ عشان نعمل كومباريزون، مقارنه، نشوف القرارات ماشيه ازاي والدنيا ماشيه. مش عيب ابدا، مش عيب ان انا ابص بره، ومش عيب ان انا اتعلم. وزي ما شفنا حتى الام بي اي الفيبا العالميه او الاتحاد الدولي لكره السله بيتعلم على طول من الام بي اي، برغم ان ده اتحاد ودي هيئه ودي قصه ثانيه خالص، ولكن لما بيلاقي حاجه دي بيتعلم. احنا مش بعيد، ولازم تبقى نسبه وتناسب من اللاعبين. يا كابتن انا جايب لكم حاجه حيه، حاجه 5 لاعبين ماتش كره قدم، 5 لاعبين من 25 لاعب، ودي حقيقه حصلت. فطبعا المقارنه يعني 5 على 25، احنا بنتكلم 1 على 25، يعني بنتكلم كام؟ يمكن العشر تقريبا يعني لا مش العشر، يمكن 20%. احنا بنتكلم النهارده 50% عشان تقول ان انا اجمع. المهم يعني مفيش مشكله، احنا بنقول الحاجات استرشاديه للمسؤولين يعني يقدروا ياخدوا بيها. طيب كابتن خلينا نرجع للمباراه، وجات لنا اسامي القوائم. كابتن سلعاوي ال 12 لعيبه، انا بس كنت عايز ازود حاجه للكابتن علي قالت عليها وانت حضرتك سالتها، قلت حته الدوافع ان الاهلي ليس لديه. اسمع حضرتك طبعا، يهمني رايك. انا رايي الشخصي ان المدرب او اي مدرب في اي حته، مدرب ناجح يقدر يخرج او يعمل دوافع لفرقته صح، ويعمل لها اطار ان هو سواء انا ما عنديش النهارده عندي مستقبل، يعني عندي كاس يوم الجمعه. لا لازم المدرب الناجح هو اللي يعمل كده، لازم يحط. احييك يا كابتن سلام. يعني طبعا السلام غلط في كورونا، بس انا بحييك في الاستوديو يا كابتن لهذا الكلام. لازم مدرب يعمل تخلق دافع للاعب، لازم بدون كده يبقى انت مدرب لست صح. كابتن بمناسبه الصوره دي انا بشكر طبعا صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه على التنظيم وعلى الاستضافه، الحقيقه ناس محترمين جدا جدا، واحنا من هنا بنشكرهم الحقيقه على استضافتهم للفرق وتحملهم هذا العبء. كابتن على فكره على طول ده مش اول سنه. لا بامانه انا بشكر المسؤولين هناك جدا، بس خليني عشان خلاص انا شايف انها لحظات وتنطلق المباراه، بس خلينا نبتدي الاول بقائمه سبورتنج. عندنا مفاجاه، اتفضلي يا كابتن. اقول قولي القايمه وقولي المفاجاه الاثنين. طيب قولي القايمه بسرعه وقولي في الاخر اسم مين واللي عليه المفاجاه. ماشي، احنا عندنا عامه هم القايمه ال10 لعيبه، لان احنا زي ما اتفقنا ان فرقه سبورتنج تاني منار، ايهاب، فرح، عمرو، جينا، حازم، نادين، ياسر، ملك السيد، ليلى، نبيل، ميان، فريده، خالد، هاله الشعراوي، جمانه، هيثم،
وهاجر هشام في موجوده في القايمه. هاجر المسحه عملت مسحه النهارده على حسابها وطلعت النتيجه سلبيه. الحمد لله. الحمد لله. انا بحمد ربنا وبشكر فضله هاجر لعيبه مصيره الحمد لله. والحقيقه ان هي اتعملت المسحه اتعملت تبع الاتحاد طبعا بالزبط. ايجابيه ولكن لما هي عملت مسحه من جهه معتمده طلعت سلبيه ودي وفي العادي بيحصل ساعات المسحات دي بادي انديكيشن وده طبيعي في اي حته في العالم ولكن انا من اكتر الناس وبتهيالي انت يا كابتن وكابتن سلعاوي ان احنا اطمنا على هاجر الحمد لله والحمد لله ربنا طمنها انا رجعت مسكت القلم تاني عشان امبارح سبت القلم لما هاجر عيد بس هي مش هتلعب للاسف ليه علشان هي في اسكندريه اصلا هي رجعت عملت المسحه مش بالزبط. مهم احنا الحمد مش مهم لله المهم اطمنينا عليها الحمد لله كابتن سلعاوي قائمه فريق النادي الاهلي والحمد لله ان هاجر في سبورتنج سليمه ما تلعب ما تلعبش المهم ان احنا اطمنا عليها اتفضل قائمه دينا عمرو كابتن الفرقه بعد كده في سرايا محمد نادين السلعاوي رنا نبيل رنا علاء رضوى محمد فريده وائل وسلوى هارون ونوها شتا وكيليا وحبيبه حاتم وجنه مصطفى دي قائمه ال 12 لاعيبه اللي طب شايف حاجه غريبه في القائمه يا كابتن سلعاوي اي مشاركه جديده ليك تقليها لا هم نفس اعتقد ان هم نفس ال 12 اللي كانوا موجودين في الماتش امبارح طيب براهم اللي هي البنت اللي ايه الفقي بس مع ان البنت دي من البنات اللي هو برضه منتظر ليهم مستقبل ان شاء الله كابتن سلعاوي سريعا كابتن عليا اسامي طاقم الحكام كابتن عمرو زاهد كابتن ساره جمال امبارح كنا قلنا ان في عنصر نسائي بالظبط من احسن الحكام في افريقيا ان شاء الله بالظبط وكابتن احمد شحاته ان شاء الله طقم اعزائي المشاهدين ده كان تحليلنا وكان الاستوديو التحليلي ما قبل المباراه هنطير لصاله قناه هيئه قناه السويس بالاسماعيليه لنقل احداث الجوله الثانيه من فاينل طبعا الدوري المرتبط سيدات الاهلي وسبورتنج مع معلقنا الكابتن احمد مناع فالى هناك